خلص 6 اشهر سجن على جيل جونز. انا اللي ضرب الانجليزي في كاس العالم صفر. انا اللي ضربت الانجليزي عشان حرق علم تونس حرقته وماش نادم. قداش دخلت للسجن؟ 6 اشهر معروف في تونس. انجليزي اللي قاس علام تونس قسته اللي حرمتون تونس وحرقته. ضربته انت؟ ضربته انا اللي ضربته وماش نادم. رغم واش صرالي 6 اشهر سجن والمواصرالي بعتوني من فرنسا لكن ماش نادم. لعشان انا مكرم في تونس، كي نروح الشعب التونسي مكرمني. حب كبير لتونس. لا حب كبير. وزبير بيا وزياد يعرفني. يعرفني كثير يعرفوا حكايتي في تونس. سلم لي عليهم اللاعبين القدامى كلهم يعرفوني. سلام لكل الشعب التونسي. انا في الجزائر يعيطوا لي محملاوي التونسي. محمد التونسي وماش نادم. سلام على